طيب لو اتكلمنا في الأول عن لقاء الله، هل هو يمكن احنا كنا بنتكلم انا ونوران في شقين مختلفين، انا بقول ان الواحد يحط انه كده كده هيقابل ربنا، مش هنجري مش هنروح في اي مكان، هي بتقول هي ليها كان لها منظور مختلف ان هو لا لقاء ربنا دلوقتي وبعدين كمان ممكن في الدنيا زي الاخره. اوكي بس عايزين نعرف تفاصيله اكتر او مفهومه اكتر من حضرتك. طيب خلينا نتفق، احنا نتكلم لما بنقول لقاء الله في الشرع عند العلماء وفي القران او في السنه، لقاء الله المقصود بيه هو لقاء الله الحقيقي في الاخره. ان انا واقف بين ايدين ربنا بجد، واللي سبقنا وقابل رب العالمين النبي صلى الله عليه واله وسلم في الاسراء والمعراج. وهو الاسراء والمعراج فيه كده اشاره ان لقاء الله ده موضوع بجد. يعني لما تتعامل في الحياه عادي بيننا وبين بعض كده، تحس ان لقاء الله ده موضوع احنا مش متاكدين منه قوي، او مش يعني مش عايشين عارفينه بس مش عايشينه قوي، مش في بالنا مش في كياننا مش في قلوبنا. صح. ان احنا هيجي علينا يوم بجد وهنقف بين يدي الله. هي الفكره احنا عايشين الحاله دي ولا لا. عارفين بالظبط زي يعني اللي في اللي في المدرسه في الجامعه اللي بيشتغل وعنده اخر السنه ريبورت هيقدمه، هو عارف انه هيقابل مجلس الاداره، هو كده كده عارف. فايه القضيه؟ احنا عارفين وموقنين ومصدقين وعايشين ولا لا؟ بتفرق في حياه الواحد قوي. الحاجه الثانيه هو الاجتماع ده او اللقاء ده بالنسبه له يعبر عن ايه اصلا؟ ودي نقطه برضه مهمه جدا. خلي بالك في ناس بتهرب من فكره يوم لقاء الله لان هو بالنسبه له اليوم ده يوم صعب قوي، ده هيبقى يوم عذاب فمش عايز افتكره اصلا. طب مش ده سوء ظن ولا ايه؟ والله ليها اكتر من جانب عشان نبقى واقعيين. في جزء منها مرتبط بالتربيه الدينيه اللي المجتمع اتربى عليها السنين اللي فاتت. ان احنا اصلا بنسمع عن الاخره ان هي حر وعذاب، العذاب بقى الرهيب. صح. وعن لقاء الله ان ده اليوم اللي انت يعني انا يعني اللي كان بيتقال لنا انا مش عارف انت هتعمل ايه في اليوم ده. سمعناها كتير. بالظبط كده، ان انت اليوم ده يعني هتشوف اللي عمرك شفته في حياتك، ان انت هتبقى واقف بين يدي الله يعني ما مش عارف تروح فين ومش عارف تعمل ايه، وده هيبقى اصعب يوم عليك في حياتك. فلما كل ده يفضل يترسخ جوه ذهن الواحد يبقى خلاص بيغمي عينيه، يحاول يتناسى او ما يركزش قوي. بالظبط كده، يتناسى وخلاص مش عارف، خلاص ما هيبقى يوم صعب، هقعد اعذب نفسي طول ما انا عايش لحد اليوم الصعب لما يجي بقى نبقى نشوف. لكن ده اصلا منظور مش حقيقي.